التنفيذيه الساده دوائر البلديات، زملاء المنتخبين في المجالس المحليه والوطنيه، اسره الاعلام، الحضور الكريم الزفلو. بدايه نجدد التهاني للسيده رئيس الجمهوريه المنتصره بفضل السياده الشعبيه والاشاده بارادته الساميه لترجمه الالتزامات ورفع تحدي الاستقلال الاقتصادي وبلوغ الامن الغذائي. وإذ نثمن أجواء الديمقراطية والهدوء التي سادت العملية الانتخابية في رئاسيات 7 سبتمبر الفارط، ومن هذا المنبر نشكر كل مواطني الولاية بالمشاركة في هذه الاستحقاقات التي عرفت تحسنا مقارنة برئاسيات 2019 بفضل الزيارة الميدانية الناجحة للسيد الرئيس إلى ولايتنا وبرنامجه الانتخابي الثري ومجهودات بعض المسؤولين والمنتخبين في الميدان بالاتصال المباشر مع المواطن وتبني انشغالاتهم ونقلها الى الهيئه التنفيذيه بالولايه، ما جعل الكثير من المواطنين يسترجعون ثقتهم بمؤسسات الدوله من خلال التوجيهات التي كان يفديها السيد الرئيس واهتمامه البالغ بانشغالات المواطن بالقرى النائيه ومناطق الظل. نجتمع اليوم في هذه الدوره العاديه التي تتزامن مع دخول المدرسي والجامعي ومهني مريح، ومن هذا المنبر أحيي جهود القائمين على ضمان دخول اجتماعي هادف ونتمنى سنة موفقة للجميع. لكن بالمقابل ما زالت موجة ارتفاع الأسعار في الأسواق تحرق جيوب المواطنين، خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع. هي أسعار محررة لكنها ليست مقننة. سيد مدير التجارة، نأمل بذل المزيد من المجهودات للتصدي لكل أشكال المضاربة التي تتسبب في الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الاستهلاك الواسع، ما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين. نعمل في هذا المجال تخصيص محلات حكومية للتجار للقضاء على التجارة الموازية في الأماكن العشوائية والتحكم في الأسعار، فهذه المحلات ستساهم في خلق مداخيل إضافية لكل بلدنا. هنا أقتنم الفرصة لأحيي قرار السيد رئيس الجمهورية في تسقيف أسعار القهوة إلى 250 دينار، خطوة لقيت ترحيبا واسعا لدى مواطني الولاية. سيدي الوالي، رغم المجهودات التي تبذل على مستوى الولاية، لكن هذا لا يمنعنا من إدلاء بعض الملاحظات لفت الانتباه والحث على دورة المتابعة الميدانية من طرف المعنيين للقضايا المطروحة والتي كنتم قد اتخذتم بعض الإجراءات في شأنها. وبناء على توجيهاتكم التي اكدتم بضروره توجيهكم لهذه المقاعد، سنقل لكم بعض الانشغالات. سيد مدير الشباب والرياضه، بعض القرى والمناشر تفتقر الى ملاعب جواريه، وحال كل من قرى تقسم في بلديه افلس تيوا ببلديه ايت بومهدي، وايمادس ببلديه اثبواتو، ايت علو عبد الله ببلديه ايت شفا، وقريه جن ببلديه اثخريبي. أرضية الملعب البلدي بأصفون بحاجة إلى التهيئة، العلم أنه لم يستفد من الترميم منذ سنة 2009، ونود معرفة أسباب توقف مشروع إنجاز مسبح على مستوى البلدية، وماذا عن مشروع إعادة تهيئة قاعدة متعددة الرياضات في بلدية أصفون؟ أين وصلت أشغال تهيئة المركب متعددة الرياضات في بلدية أغريب؟ أذكر فقط أن الأشغال انطلقت سنة 2014 ولم يستلم إلى يومنا هذا. نأمل إعادة تشغيل بيت الشباب بلدية أبو درن ودار الشباب بقرية تيروان ببلدية الكومندي. نذكر فقط أن توفير مثل هكذا فضلات رياضية من شأنه ملء فراغ الشباب المحلي وإبعادهم عن الآفات الاجتماعية. فيما يخص الجمعيات الرياضية المتواجدة في إقليم الولاية، جاء في التقرير التقرير الذي قدم به سيد مدير الشباب الرياضه، هناك 194 جمعيه معتمده في اقليم ولايه تيزنزو. نود معرفه هذه الجمعيات حتى نتمكن من توجيه الشباب بتقديرهم مع تقديم حصيله نشاطاتها الفعليه والماليه، كل جمعيه حسب تخصصها في الولايه. مع الاسف هناك بعض الجمعيات لا نراها الا في المناسبات. ما هي مكانه فئه ذوي الاحتياجات الخاصه في برنامجكم؟ سيد مدير الشباب وسيد مدير التربيه، بعض المؤسسات التربوية في المناطق الجبلية بحاجة إلى الترميم. هناك 4 أقسام مغلقة وغياب الغاز الطبيعي على مستوى متوسطة إفرا، وقدم كل متوسطة تبود بلدية إيلولا وثانوية مصطفى بن بوعيد بعين حمام، متوسطة الشهيد عبود محمد بلدية إيكاي سميمون. نذكر فقط بقرار السيد رئيس الجمهورية لدى زيارته إلى ولاية تيزي وزو الذي أمر بإحصاء الشامل لجميع المؤسسات التربوية المتضررة والشروع في ترميمها. معاناة حادة للمواطنين في كل صائفة بسبب أزمة المياه،
كبلديات جنوب الولايه وقوع كل من الزرقاء وبيت نعيم وبيت اسوان بسبب تباطؤ اصلاح انابيب الماء الرئيسيه، وقوع كل من بيت علي وعبد الله وبيت حماد وقضيه وابن سن وأقل بكريك بمدينة إيت شفا، وقوع كل من قلعة وأخير بيشان بمدينة أخريلي، وأكثر من 70 عائلة بقرية طريحان بمدينة بوجمع وبلدية كل من بوزقان أغريب وأقارب. سيد مدير المواد المائية ومديرية الجزائرية للمياه وحدة تيسي وزو نأمل إيجاد حل هذه النقائص، وهنا أغتنم الفرصة لأشكر السيدة مديرة المياه بتيسي وزو على تبني انشغال مواطني قرية أثوانش ببلدية بندولة بإصلاح أنابيب المياه الرئيسية. قرية هشام بحوالي 1000 نسمة بلدية الخليلي تعاني من أزمة بطالة حادة، مكتب بريد مغلق منذ أكثر من 3 سنوات، كما يطالبون بربط القرية بشبكة الألياف البصرية، غياب الملعب ودار الشباب، ضعف الخدمات الصحية بالقرية. نقترح إنجاز عيادة متعددة الخدمات بمدينة الخليلي لتغطية صحية شاملة. نذكر أن مواطني القرية يضطرون للتنقل لتلقي العلاج بدائرة مقلع أو بمشري نظرا لافتقار تخصصات طبية على مستوى قاعة العلاج بقرية هشام. وهنا أشكر السيد مدير الصحة بالولاية في تبني الانشغال الصحي في إعادة تهيئة وضع من العيادة متعددة الخدمات ببلدية بوجمع. نأمل إعادة تشغيل مكتبة بلدية الخليلي فهي مغلقة بعد تدشينها منذ قرابة سنة، كما أن قرى كل من ساحل وبوعشير والقلعة يطالبون بتغطيتها بشبكة الألياف البصرية. قاطنو قرية إيت علي عبد الله يطالبون بفتح طريق بلدي بحوالي 18 كيلومتر يربط هذه القرية ببلدية يعكور مرورا ببلدية أقارو وصولا إلى دائرة عزازية. طريق سيختزل مسافة تنقل مواطني القرية نحو دائرة عزازية بدلا من استعمال الطريق المؤدي إلى بلدية زكري أو بلدية أصفر الذي استغرق وقت طويل. إن الاستثمار ما زال متخلفا بولايتنا، لذا وجب تشجيع الاستثمار العمومي لخلق مناصب الشغل للشباب. سيد مدير الصناعة، إلى أين وصلت عملية تهيئة مناطق النشاطات والمناطق الصناعية دعم ميزان تيزغريف والحضيرة الصناعية صوامع؟ كم عدد المستثمرين الذين تم قبول ملفاتهم وعدد الرخص المؤقتة التي تم منحها؟ نقترح إنجاز خط تلفريك يربط أزون طبور بإفرحون لتسهيل حركة تنقل السياح، وخط آخر يربط المنطقة السياحية 30 ببلدية مغني. حاليا هناك صعوبة في تنقل المواطنين بسبب عدم تهيئة الطريق المؤدي إلى المنطقة السياحية 30، هي أماكن سياحية من شأنها خلق مداخل إضافية للولاية. سيد مدير السكن، أين وصلت إجراءات مشروع إنجاز مجمع سكني بسعة 1000 وحدة سكنية بقرية أزون ببلدية بوجمع؟ كما أن السكان يطالبون بإنجاز موزع بريدي لحامل بطاقة ذهبية لتخفيف الضغط على مكتب بريد بوجمع. أود أن أنقل لكم سيدي الوالي تشكرات مواطني بلدي أقارو بعد ربط هذه الأخيرة بشبكة الغاز الطبيعي. نأمل تكملة إشغال ربط بلدية إيت شفا بشبكة الغاز قبل حلول فصل الشتاء. كما أن زيارتكم لقرية أنسومة ببلدية إفرحون لقيت استحسانا وارتياحا لدى المواطنين، وهم الآن متعطشين لتنفيذ البرنامج الذي تم الإعلان عنه. سيد مدير الطاقة، أصحاب السيارات يتساءلون عن أسباب توقف محطة الوقود عن خدمات تزويد البنزين بكيميزان ببلدية تيزي وزو. ولاية تيزي وزو استفادت من خط جديد بالحافلة يربط الولاية بمطار الجزائر، خطوة إيجابية رحب بها مواطنو المنطقة. سيد مدير النقل، نحن نتفهم كثرة انشغالاتكم، لكن هناك انشغال مهم يتمثل في ضرورة تخصيص موقف لسائقي الأجرة للخط الرابط بين تيزي وزو وبلدية وسيف داخل المحطة البرية ببوهينون لتسهيل حركة التنقل. فقد تم إعطاء الوعود للمواطنين ووعد الدين الحر الدين عليه. في الأخير، ونحن على أبواب إحياء الذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة المصادف للفاتح نوفمبر من كل سنة، نترحب على أرواح شهدائنا الأبرار، وإذ تقتضي منا المرحلة الحالية والحساسة بناء جدار متين بتقوية الجبهة الداخلية وحماية الوحدة الوطنية والالتفاف حول مؤسسات الدولة. وأحيي كل المواطنين والمواطنات في مختلف مؤسسات الدولة وكذا جميع المؤسسات الأمنية وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وإخواننا المرابطين على الحدود والصابرين على حماية حدود بلادنا وتوفير الأمن لشعبنا. ونحن دائما نتمنى كل الخير لولايتنا
ولوطننا الجزائر. المجد والخلود لشهدتنا الأبرار، عاشت الجزائر آمنة ومستقرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.